كوس تقليدي امازيغي جزائري، راح تكون مسابقه نديروا فيها ساعتين، وحنا يشرفنا كثير كثير اننا متواجدين في مركز التكوين المهني. كل عمال الموظفين بهذه المؤسسه تحيه كبيره لهم. لماذا سيد رزقي كل مره كي نعملوا نديروا معرض او مسابقه او مهرجان عن طريق جمعية أحلام مثلا أو جمعية أخرى، فدائما يفتحوا لنا الباب هنا نكتشفوا اكتشاف المواهب. اللقاء وهذا الحضور القوي واللي كان عنده بعد، كان عنده مقياس لربما نقول مقياس دولي عربي مغاربي، هذا طبعة أولى فيها بمناسبة المسابقة الوطنية للكسكس الجزائري الأمازيغي. احنا هذا المهرجان كطبعته الأولى حبينا يكون تحت إشراف، أولا تحت إشراف سيدة المطبخ الجزائري والمغاربي والعربي، في نفس الوقت هي رئيسة لجنة أعضاء التحكيم السيدة رزقي المختارية. وإن شاء الله تكون مبادرات أكثر من هذه إن شاء الله. ما لازمش نفشلوا، وهذا هذول بهذا الشيء هذا هو اللي نطوروا الطبخ نتاعنا ونعرفوه في الدول. لجنة التحكيم كل الزملاء تاوعي اللي هما لي شاف نشكرهم بزاف بزاف بزاف، وكلهم في المستوى بدون استثناء. وبالنسبة للكسكس كلكم شاركتوا واللي عجبتني هي احترموا ايزون ريسبكتي لي غاكي، عملوا الكسكس التقليدي وهذاك هو الاصل نتاعنا